السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض شرح الوحدة الخامسة للصف الخامس الابتدائي، وناخد النهاردة ليسن 3 الدرس الثالث فيها، واللي معانا بعنوان براكتس تايم. براكتس تايم طبعا زي ما احنا عارفين ان درس البراكتس تايم هو ده درس الجرامر ودرس القواعد او القاعدة اللي موجودة في اليونت، واللي بيعتبر اهم درس في اليونت. طب عشان افهم الدرس ده لازم أن اكون حافظ كلمات الدرس الثاني في اليونت اللي هو درس الوير تايم، ولو ما كنتش اتفرجت عليه انا هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه اسفل الفيديو في الوصف. تعالى كده يلا نشوف درس النهارده بيتكلم عن ايه. درس النهارده يا حبايبي بيتكلم عن حاجه احنا واخدينها في الوحده الرابعه اللي هي going to، وبالتالي هو مرتبط بدرس الجرامر اللي موجود في الوحده الرابعه. going to اللي انت خدتها في الوحده الرابعه كان بيديك فيها ازاي تكون بيها اللي معناه سوف، ازاي تكون بيها جمله مثبته، وازاي تكون بيها جمله منفيه. لما كنت احب اكون بيها جمله مثبته كنت بستخدم قبلها am او is او are، وبعد كده going to، وبعد كده المصدر. وعشان اكون بيها جمله منفيه كنت بستخدم قبلها am not او is not او isn't او are not او aren't، واجيب going to وبعدها الفعل فين في المصدر. ده تكوين الجمله المثبته وتكوين الجمله المنفيه، ولازم أن تكون اطلعت على الفيديو ده وذاكرت الدرس بتاعه عشان تفهم درس النهارده برضه. تعالى بقى كده نشوف درس النهارده بيتكلم عن ايه. درس النهارده بيتكلم على ازاي تكون سؤال بادئ بوات وتستخدم فيه going to عشان اسال عن حاجه انت هتعملها فين في الفيوتشر في المستقبل. يعني going to عارفين ان هي بتستخدم التعبير عن المستقبل بمعنى ايه سوف. تعالى كده مطلوب منك النهارده ان انت تعرف ازاي تكون السؤال وازاي تجاوب عليه. ناخد اول حاجه ازاي اكون السؤال. هتكون السؤال باستخدام what، يبقى هنبدأ السؤال بإيه؟ ب what اللي معناها ما أو ماذا. what what هيجي بعد what verb to be في ال present في المضارع اللي هو عبارة عن إيه؟ am is are. what am what is what are. what am what is what are. وهتجيب بعد verb to be الفاعل أو ضمائر الفعل المناسب لكل واحدة. am بيجي بعدها I، يبقى أقول what am I. ودي طبعا نادر ان احنا بنستخدمها لان مش من الكتير او ان احنا بنسأل السؤال لنفسنا، لان لو قلت what am I يبقى انا كده بوجه السؤال لايه؟ لنفسي. اوكي، what am I بوجه بيها السؤال لنفسي، فعشان كده مش هتقابلك كتير، انما اللي هيقابلني كتير هو what is what ايه what are. طيب نكمل، يبقى what am I. what is هيجي بعدها he أو she أو it أو اسم المفرد اللي هو ضمائر المفرد. what are بيجي بعدها we أو you أو they أو الاسم الجمع. طب تمام، بعد ضمائر الفاعل هتستخدم going to اللي معناها سوف، وبعد going to بتجيب بعدها الفعل في المصدر، والفعل في المصدر في درس النهاردة هيكون ثابت معايا اللي هو مين؟ have اللي معناها يتناول. have. طيب كده أنا عرفت عناصر تكوين السؤال اللي هو what، بعد كده am is are، بعد كده ضمائر الفاعل المناسب لكل واحدة فيهم، بعد كده going to، بعد كده have. دي عناصر تكوين السؤال. تعالى كده ازاي اكون الاجابة. لما تيجي تجاوب بتبدأ بالفعل، تشوف الفعل بتاع السؤال وتشوف هتستخدمه ازاي في الاجابة. يبقى انا هبدأ اجابتي بالفعل، ضمائر الفعل اللي هي I، ويجي بعدها am، he او she او it او اسم مفرد، واجيب بعدها is، we أو you أو they أو اسم جمع وأجيب بعدها are. ممكن أستخدمهم في الصيغة الكاملة بتاعتهم كده، يا إما أجيب am و is و are في صيغة الاختصارات بتاعتهم. إزاي يا مستر؟ عن طريق إن أنت تشيل أول حرف فيهم وتضيف مكانه apostrophe، يعني أشيل ال a وال i وال a هنا كمان وأحط مكانهم إيه؟ apostrophe. فالاختصار بتاع am هو apostrophe am، اختصار is apostrophe s، واختصار are apostrophe re. يبقى تستخدمها كاملة وتستخدمها اختصار الاثنين صح. بعد verb to be هتستخدم going to، وليكن مثلا تقول I am going to، I am going to، he is going to، we are going to. طيب وبعد going to يا مستر هتستخدم نفس الفعل اللي انت استخدمته في السؤال، يعني لو في السؤال have يبقى ارجع استخدم تاني ايه have، وانا قلت لك ان have ثابتة معاك، يبقى دايما هنستخدمها في تكوين السؤال في درس النهاردة. going to have. طب وبعد have يا مستر النقط ديت مكان النقط دي بقى انت تحط اسم الحاجه اللي انت هتتناولها، سواء كانت من الفودز الاطعمه
او من الدرينكس الايه المشروبات. تعال بقى دلوقتي نشوف امثله اللي هتوضح الكلام ده اكتر. اول مثال معانا محادثه بين A و B. هنا A بيسال B بيقول له ايه وات. شفتوا بقى تكون السؤال بدا بايه بوات اهو. بعد كده فيرب تو بي اللي هو ار، تمام. بعد كده ضمير الفاعل المناسب لار، واحنا عارفين ان ار بيجي بعدها وي او يو او ذي او اسم جمع، فهو استخدم ايه يو، وات ار يو. وبعد ضمير الفاعل استخدم ايه going to اللي هي معناها سوف. وبعد كده كلمه اللي هو المصدر، مصدر الفعل اللي احنا قلنا عليه ايه هيبقى ثابت اللي هو have اللي معناه تناول. فالسؤال ايه what are you going to have، what are you going to have يعني ماذا انت سوف تتناول، هتتناول ايه. فازاي اجاوب بقى على السؤال ده؟ بدا اول حاجه بالفعل، احنا قلنا اول عنصر في الاجابه هو الفعل، جاب يو حولها في الاجابه الى الاي، لان احنا عارفين ان يو اللي معناها انت لو معناها انت او انتي بحولها في الاجابه الى اي، انما لو معناها انتم يعني جمع موجهه لاكثر من واحد هم هيجاوبوا على نفسهم ويقولوا ايه وي، يبقى يو بتتحول في الاجابه الى اي او وي. فالولد هنا في الصوره جاوب على نفسه وقال ايه اي. طيب اي بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها يا اما ام كامله يا اما الاختصار بتاعها ابيستروفي ام. وبعد كده يا اولاد going to، ادي going to. وبعد كده الفعل المصدر اللي هو have اللي معناه تناول، قلت لك بعد كده تستخدم اسم الحاجه اللي هتاكلها او هتشربها، وليكن مثلا هنا ايه ابيف برجر، لان هنا سندوتش واحد بس ابيف برجر. يبقى الاجابه ايه؟ I am going to have a beef burger يعني انا سوف اتناول سندوتش ايه لحم برجر. تعال نشوف المثال الثاني. في المثال الثاني بيقول ايه what is he going to have يعني ماذا هو سوف يتناول، هيتناول ايه، وبيشاور عليه كده وماسك الايه السباجيتي. فالبنت جاوبت وقالت ايه has او he is، ممكن استخدمها قلت اختصار زي كده apostrophe s او s كلها. has going to have some spaghetti، is going to have some spaghetti. ايه حكايه some دي يا مستر؟ some دي يا اولاد انا بستخدمها في الاجابه، في الاجابه تحديدا المثبته اللي ما فيهاش not يعني ما يبقاش فيها am not ولا isn't ولا aren't. بمعنى ايه؟ بمعنى بعض، بتيجي قبل الاسم اللي هو ما بيتعدش، الحاجات اللي هي ما بتتعدش زي العصائر وزي السباجيتي وزي الرايس وزي الميت، الحاجات دي ما بتتعدش، اوكي؟ فبتيجي قبل الاسم الايه؟ ما بتعدش، او بتيجي قبل الاسم الجمع زي مثلا كلمه فرنش فرايز او بيف برجرز. طب ما تجيش يا مستر صام دي قبل اسم مفرد؟ اقول لك لا، يبقى صام ديت بتيجي قبل اسم لا يعد او اسم جمع، انما ما تجيش قبل اسم مفرد خالص. زي هنا بقول he is going to have some spaghetti يعني هو سوف يتناول بعض الايه المكرونه. شوف اخر سؤال ولي what are، وبعد كده استخدم they going to have يعني هم هيتناولوا ايه، وماسكين في ايدهم كده ايه بعض عصير الاورنج اللي هو البرتقال. فعشان كده احنا جاوبنا قلنا ايه بقى، ببدا اجابتي من عند مين؟ الفعل they، وبعد كده استخدم are هنا في صيغه الاختصار بتاعها وبقت they're going to have، وبعد كده some orange juice. يستخدم some قلت مع الحاجات اللي هي ايه ما بتتعدش او الحاجات الجمع، انما الحاجات المفرد تحط قبلها ايه يا اما ال a يا اما an يا اما a يا اما an. تعالوا كده بقى بعد ما شفنا الدرس بتاع النهاردة اللي هو خلاصة ان هو بيعرفني ازاي اكون سؤال بوات واستخدم فيه going to وازاي اجاوب عليه، نجاوب على السؤال اللي قدامنا ده. السؤال اللي قدامنا ده بعنوان choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one بقول لي هنا there لاختصار ل they are to have some orange juice. اتفقنا ان احنا بنستخدم في الاجابة او في السؤال حاجة اسمها going to، يبقى بالتالي هنا بشكل بسيط كده وسهل هنستخدم going على طول، يبقى they're going to have some orange juice. طيب اللي بعد كده what are you going، احنا اتفقنا ان going بيجي بعدها على طول ايه ما بتسيبهاش going to، برافو عليكم، يبقى هنستخدم هنا ايه to. number three بيقول هنا هتبدا بحاجه من she او we او I او they، وبعد كده is going to have some barbecued chicken. هتلاحظ هنا ان في ايه، في فيرب تو بي اللي هو از. طب از يا مستر بتيجي مع ايه من الحاجات ديت؟ برافو عليكم، بتيجي ايه، بتيجي بعد شي
او هي او ات او اسم مفرد، وبالتالي الاجابه الصحيحه هتبقى هنا ايه؟ شي. نمبر 4 بيقول لي وات از شي جوينج تو، وقلت لك في سؤالك في تكوين السؤال قلت لك في كلمه كده بتبقى ثابته معاك اللي هي مين؟ برافو عليك، اللي هي كلمه هاف. طيب ليه يا مستر ما استخدمتش هاز ولا هاد ولا هافن؟ هقول لك لان احنا قلنا ان جوينج تو بيجي بعدها المصدر، والمصدر هنا اولاد هو هاف. اشمعنى؟ عشان هو اسمه فيرب تو هاف، فيرب تو هاف، وبالتالي هاف هي المصدر، عشان ما تلخبطش وتفكر ان هاز تبقى مصدر، لا المصدر هنا هاف بس. هاف تعالوا كده نشوف اكسرسايز بي هنا اللي بيتطلب مني ان انا ابص على الصوره واكون او اكمل السؤال واكمل الاجابه اللي ناقصه. طبعا الكلام ده موجود عندك في كتاب المدرسه عشان بحيث ان انت تقدر تشتغل مع مدرس المدرسه او لو اداهولك هوم ورك مثلا او حاجه. تعالى كده نشوف نمبر 1 اللي هو حلها لي. واللي وات ار يو جوينج تو هاف؟ يعني ماذا سوف تتناولي؟ انت هتتناولي ايه؟ قالت البنت ايه؟ I am going to have some kebab. I'm going to have some kebab. هتلاحظ هنا ان are you لما بتيجي في السؤال، are you لما بتيجي في السؤال بتتحول في الاجابه الى حاجتين، يا اما تتحول الى I am، اوكي، يا اما تتحول الى we are. يبقى are you اول ما تشوفها في سؤالك يا اما تحولها الى I am يا اما تحولها الى we are. فعشان كده البنت هنا جاوبت على سؤالتي I am going to have some kebab. شوف بعد كده نمبر 2، عرفنا على طول ان تكون السؤال هيبقى بادئ بايه؟ ب what. تمام، يبقى اول حاجه هنكتبها هنا what. طيب قلت بعد what am او is او are، طب يا ترى هنا انا استخدم is ولا are ولا am؟ طبعا هنا تبص على he بيجي بعدها ايه؟ is. يبقى انت هتقول ايه؟ what is he going to have؟ هو هيتناول ايه؟ هقوم قال في الاجابه بتاعتي has او he is يعني has، واكتب بعد كده ايه؟ going to. going to ايه؟ برافو عليك، going to have. يبقى اقول has going to have يعني هو سوف يتناول بعض الايه؟ المكرونه. is going to have some spaghetti. شوف بعد كده نمبر 3، هنبدا برضو السؤال بتاعنا ب what. what am ولا what is ولا what are؟ هشوف الفاعل بتاع السؤال اللي هو they، لا they بتاخد are، يبقى اقول what ايه؟ what are. بعد كده what are they؟ ها اللي ثابته في السؤال على طول going to have، ثابته معايا على طول. what are they going to have يعني ماذا هم سوف يتناولون؟ هم يتناولوا ايه؟ لما اجي اجاوب هشوف ايه الفاعل اللي ذكر في السؤال، الفاعل بتاع السؤال اللي هو they، يبقى انا هجاوب هنا ب they عشان اقول ايه؟ هم. طب they يا مستر بيجي بعدها am ولا is ولا are؟ برافو، بيجي بعدها are، ممكن استخدمها كده كامله كده، يا اما استخدمها في صيغه الايه؟ الاختصار يا اولاد، ان انا اشيل الاي واحط مكانها apostrophe re بالشكل ده كده، يا كده يا كده. طب there هيجي بعدها going to، وبعد كده بعد to اللي هو ايه؟ الفعل ايه؟ have اللي معناه يتناول، عشان اقول they're going to have some orange juice. نمبر 4 هنا بيكون لي السؤال كامل وعاوزني انا اكون الاجابه كلها، فبيقول لي what are you going to have؟ what are you going to have؟ هنا كريم بيسالهم هما الاثنين، وبالتالي هنا هما السؤال هنا او يو هنا مش بمعنى انت او انتي، ده معنى هنا ايه؟ انتم، يعني بيوجه بقى الكلام اكتر من واحد، وبالتالي هما هيردوا على نفسهم وهما قايلين ايه؟ وي. يبقى يو هنا مش هتحول لاي عشان متوجه بقى الكلام قلت لايه؟ لاكتر من واحد، هيجاوبوا يقولوا ايه؟ وي، وبعدها ايه؟ ار. قلت يا اما تكتبها كده يا اما تكتبها apostrophe ار اي. وي ار، وبعد كده الثابته معاك على طول اللي هي going to have يعني سوف اتناول او سوف ايه؟ سوف نتناول بقى. We are going to have، احنا سوف ايه؟ سوف نتناول، هنتناول ايه يا ولاد؟ اللي هو French fries. We are going to have French fries، يعني احنا سوف نتناول البطاطس المقلية أو المحمرة. نمبر 5 بقى عاوزني أنا أكون السؤال، ومديني هو الإجابة، فالإجابة بيقول لي he's going to have some green salad. He's going to have some green salad يعني هو هيتناول بعض السلطة الخضراء. عاوزني أنا أكون السؤال، سهلة جدا، احنا قلنا السؤال بتاعنا بيبدأ دايما بإيه؟ ب what. what am what is what are. طيب هتبص على الفاعل، الفاعل هنا اللي هو مين؟ he، يبقى هقول على طول what is he، وبعد كده يا أولاد اللي هي ثابتة معاك going to have. going to have ديت أنت بتستخدمها سواء في السؤال
أو في الإجابة going to have كلها، يعني ماذا هو سوف يتناول؟ أميلي is going to have some green salad. شوف بعد كده number 6 بقى، عاوزنا نكون السؤال والإجابة. طيب السؤال الفعل بتاعه إيه؟ الفعل بتاعه you. تمام سهلة كده، هبدأ هنا ب what وبعد كده هشوف am ولا is ولا are اللي هتيجي بعد what. قلنا الفاعل you يبقى you بتاخد ايه؟ are. يبقى اقول what are you، والثابتة اللي هي going to have. يبقى السؤال يا اولاد تاني هيبقى what are you going to have، يعني ماذا انت سوف تتناول؟ تتناول ايه؟ ركز بقى معايا كده عشان نشوف هتجاوب ازاي. السؤال هنا متوجه لولد واحد بس، لواحد بس، يبقى احنا هنحول الفعل اللي هو you هنحولها في الاجابة الى I، وبعد كده I بتاخد ايه؟ am. يا اما تكتبها كده يا اما تكتبها في صيغه ايه؟ abbreviation اختصار، تبقى apostrophe am كده. وبعد كده الثابته معاك اللي هي going to have. وبعد كده يا ولاد اسم الحاجه اللي انا هشربها او هاكلها اللي هي lemonade اللي هو عصير الليمون. طبعا ممكن تستخدم كلمه ايه؟ some اللي معناها مع ايه؟ بعض. يبقى اقول I am going to have some lemonade. تعالوا بقى دلوقتي هنحل الاكسرسايز الموجود على درس البراكتس تايم، واللي هيفيدك كتير جدا جدا في فهم الدرس اكتر. هنبدا كده مع بعض بحل سؤال التوز. نمبر 1 هنا بيقول لي وير، اللي قلنا اختصار له ايه؟ وي ار. بعد كده تو هاف سام جرين سالاد، اتفقنا ان بعد ام واز وار بجيب مين؟ ها نفكر، went ولا gone ولا go ولا goes. برافو عليكم، طبعا بستخدم ايه؟ gone. يبقى اقول ايه؟ وير going to have some green salad. شوف بعد كده number 2 والهنا I am. بعد كده I need some juice، أنا محتاج بعض العصير. يبقى أنا كده إيه؟ hungry جعان، ولا careful يعني حريص، ولا okay يعني مناسب، ولا thirsty يعني عطشان. طبعا هنا بما إن بقول أنا محتاج بعض العصير يبقى أنا أكيد كده إيه؟ عطشان اللي هي thirsty. I am thirsty. number 3 what وبعد كده you going to have. ها ركز كده، you بيجي قبلها ايه؟ is ولا was ولا are ولا am؟ برافو عليك، وبيجي قبلها are. what are you going to have، ماذا انت سوف تتناول؟ شوف بعد كده number 4 try some، يعني جرب بعض. اجرب بعض ايه؟ بعد كده في الاخر بيقول لي it's delicious، انه ايه؟ لذيذ، طعمه حلو. it's delicious. طب ايه يا ترى الحاجة اللي هيبقى طعمها لذيذ وبطلب منك ان انت تجربها؟ كباب ولا leaves اللي هي معناها ورق الشجر، ولا art اللي هو الرسم او الفن، ولا show اللي هو عرض؟ طبعا اللي هيبقى بطعمه لذيذ هو الكباب. يبقى try some كباب، it's delicious. نمبر 2 هنا بيقول لي read the passage and answer the questions. تعالى كده نشوف الفقرة بتاعتنا بعد كده نجاوب على الأسئلة. Tomorrow is Friday. غدا tomorrow يعني غدا بكرة. Tomorrow is Friday، غدا الجمعة. نوها and her friends are going to go to a restaurant to have lunch. يعني نوها وأصدقائها سوف يذهبوا إلى مطعم لتناول وجبة الغداء، عشان إيه؟ يتناول وجبة الغداء. Noah is going to have barbecue chicken and green salad. Noah سوف تتناول اللي هو الفراخ المشوية والسلطة الخضراء. Her friends are going to have beef burgers and french fries. وصحابها هيتناولوا بعض اللي هو السندوتشات اللحم الباري والبطاطس الايه؟ المقلية او المحمرة. Then اللي هي معناها ثم، they are going to drink lemonade. هيشربوا عصير الليمون. Finally وأخيرا they're going to go back home at 6 o'clock. وهيرجعوا أو هيعودوا إلى المنزل في الساعة 6 بالضبط. تعالى كده يلا نشوف سؤال true false. Number 1 ولي tomorrow is a holiday، يعني غدا هيكون أجازة. طبعا هنا لو رجعت الفقرة بيقول لك tomorrow is Friday. وtomorrow هنا is holiday، طبعا Friday بتكون هي برضو إيه؟ holiday يعني الجمعة، هو كده كده بيكون اجازة. وبالتالي لما يجيب لك قلت الصيغة ديت بالشكل ده كده ان فرايداي في القطعة
وجي بالك في ترو فولس هوليداي، اعرف على طول ان هي ترو، يعني الفرايداي بتكون ايه اجازه، يبقى ديت ايه ترو. نمبر 2 هنا بيقول لي نهى's friends يعني اصدقاء نهى are going to have fried rice، هيتناولوا رز ايه محمر. تعالى كده نشوف فعلا هم يتناولوا كده ولا لا. او بيقول لي her friends are going to have beef burgers and french fries، وبالتالي نمبر 2 هتكون ايه false. نمبر 3 they are going to drink orange juice يعني هم سوف يتناولوا عصير البرتقال. طبعا الكلام ده مش مظبوط لان هو قال لي هنا ايه ان هم هيشربوا ايه ليمونيد عصير الليمون، وبالتالي نمبر 3 هتكون فولس. exercise b answer the following questions. number 4 where are they going to go، where are they going to go يعني هم هيذهبوا الى اين، اين سوف يذهبوا. ترجع للقطعه هتلاحظ هنا ان هو قال لك ايه they، هشيل بقى نهى and her friends واستخدم الضمير اللي يشير ويعوض عنهم اللي هو they يعني هم. they are going to go to a restaurant to have lunch، مش شرط ان انا استخدم كلمة to have lunch، يعني ممكن استخدم they وبعد كده are لحد كلمة ايه restaurant، يبقى هم سوف يذهبوا الى مطعم. ونميز يا اولاد هنا ان going to هنا بمعنى سوف، انما go to هنا بمعنى يذهب الى، يبقى they are going to اللي هي معناها هم سوف، go to a restaurant سيذهبوا الى المطعم. number 5 هنا بيقول لي what's نهى going to have، من السؤال هنا على مين؟ على نهى. نهى سوف تتناول ايه؟ ماذا سوف تتناول؟ نرجع لنهى كده عشان نشوف هي هتاكل ايه. نهى is going to have barbecued chicken and green salad، يبقى ديت هتبقى الايه الاجابه كلها، بس بدل ما اذكر نهى تاني بما ان هي اتذكرت في السؤال اعوض عنها بايه بقى في الاجابه بشي. يبقى الإجابة يا أولاد هتبقى إيه؟ she is going to have barbecued chicken and green salad، سوف تتناول فراخ اللي هي المشوية والسلطة الخضراء. number 3 rearrange the following words to make correct sentences، تعالى كده نشوف مع بعض إزاي هرتب الكلمات ده عشان نعمل جملة صحيحة. number 1 بيقول لي ابدأ بـ I am. طيب I am أنت عارف او سواء am او is او are عارف ان هي بتسبق او بتيجي قبل going to، وبالتالي انا اقول ايه I am going. طب going بيجي بعدها ايه يا اولاد؟ بيجي بعدها ايه to المصدر، يبقى اقول I am going to have some spaghetti، انا سوف اتناول بعض المكرونه. I am going to have some spaghetti. number 2 بيقول لي هنا هتكون سؤال ب what، وانت خدت تكوين السؤال ب what من شويه. طيب تعالى كده نشوف تكون السؤال ايه، هتبدأ هنا بوات وبعد كده تجيب بعدها ام او از او ار، فهنا هنستخدم بعدها ايه از، وات از، وقلنا بعد ام واز وار بتستخدم الفاعل، فالفعل هنا اولاد الموجود هو امال اللي هو الاسم المفرد الموجود، وات از امال، وبعد كده going to have، وات از امال going to have يعني ماذا سوف تتناول امال. number 3 واللي كون الاجابه هنا باستخدام مازن، هنبدا هنا بمازن. طب مازن ده اسم مفرد زيه زي هي، يبقى اجيب بعده ايه از، مازن از going to have barbecued chicken يعني مازن سوف يتناول الفراخ المشويه، مازن
is going to have barbecued chicken. Number four. عاوزنا نكون سؤال هنا ب R. طيب نفس تكوين السؤال بالظبط اللي هو ب what، بس احنا هنشيل what واكمل من اللي بعد ايه، من اللي بعد what على طول. فهتقولها بقى ازاي؟ هتقول Are you going to have بعد كده beef burgers. بقى معنى السؤال ايه؟ هل انت سوف تتناول سندوتشات اللحم البقري؟ تاني، Are you going to have beef burgers. Number four. بقول لي look and write a paragraph of five sentences. تعالى كده نشوف ازاي نكتب paragraph على الصورة السهلة اللي قدامنا دي. طبعا واضح كده ان ديت فاميلي، عائله، والعيله ديت ذهبت الى مطعم، فانا هحط نفسي مكان اي حد من الاطفال دول. اوكي، فهقولها بقى ازاي؟ هتقول مثلا ان امبارح كان الجمعه، الجمله اللي احنا بنبدا بيها الباراجراف بتاعنا. Yesterday was Friday. امبارح كان الجمعه. بعد الجمله الافتتاحيه ديت بتخلي كل كلامك في الماضي زي ما قلت. فهتقول ايه؟ I went to a restaurant. I went to a restaurant أو I went to the restaurant يعني ذهبت إلى مطعم. I went to the restaurant. أنا ذهبت إلى المطعم. بعد ما قلت لك إن أنا ذهبت إلى المطعم هعرفك إن أنا رحت مع مين؟ مع عائلتي. فأقول لك I went with my family. بعد كده هعرفك احنا اكلنا ايه. طبعا واضح جدا ان مفيش غير اللي هو البيف برجرز، سندوتشات اللحم البقري، والفرنش فرايز اللي هي البطاطس المقليه. يبقى احنا هنقول ايه بقى؟ وي يعني نحن، وي ايت يعني احنا اكلنا. تخلي الكلام برضو زي ما قلت ايه في الماضي، وي ايت بيف برجرز. And French fries. بعد كده هقول ان احنا شربنا عصير البرتقال، فهتقوم قال كدوت We drank orange juice. وتخلي برضو drank في الماضي، ما تقولش drink، فتخليها drank عشان بمعنى ايه؟ شربنا خلاص. We drank orange juice. Orange. Juice. بعد كده هعبر ان الطعام كان لذيذ، كان طعمه حلو، فهقول the food was delicious. The food was delicious. بعد كده هوضح ان احنا كنا سعداء، فتقوم قال ايه؟ وي وير. وي بتاخد في الماضي، وير مش واز. وي وير هابي. وي وير هابي، نحن كنا سعداء. نمبر 5 وي الاخير معانا بانكش ويز ذا فولونج. تعالى كده نشوف سؤال الترقيم، واللي انت عارف ان احنا في كل جمله بنغير حاجتين بس. نمبر 1 هنا بيقول لي مريم از جوينج تو هاف سام فرنش فرايز. اول حاجه هنعملها هو ان احنا نغير الام بتاعت مريم، لان يعني في بدايه جمله وكمان ده اسم شخص، يبقى لازم الام تكون كابت. وبعد كده نشيل علامه الستاش دي ونحط مكانها فول ستوب عشان دي ايه؟ اجابه بدا باسم ايه؟ شخص. يبقى احنا غيرنا حاجتين، الام بتاعت مريم والفلسطوب اللي في الاخر. نمبر 2 بيقول هنا would you like a biscuit. ده طبعا عرض، وقلنا في العرض بتبدا بايه؟ would you like. هل تود
بسكويته، يبقى اول حاجه نعملها ان احنا نخلي ال W بتاعت would تكون capital، واحط في الاخر علامه استفهام يا اولاد لان ده ايه؟ عرض، والعرض بيكون في صيغه سؤال. يبقى ال W وال question mark علامه الاستفهام. وبكده نكون وصلنا ان نهايه فيديو النهارده. ما تنساش بقى لو عجبك الشرح ما تنساش تدوس لايك للفيديو، لو كنت بتشاهدنا لاول مره ما تنساش تدوس على علامه الاشتراك اسفل الفيديو باللون الاحمر، وبعدها تدوس على علامه الجرس بحيث توصلك كل الفيديوهات القادمه فورا رفع ان شاء الله على القناه على طول. وما تنساش تعمل حاجه مهمه جدا جدا للقناه، هو ان انت تشير اسم القناه ماي انجلش تايم، تشير اسمها على الفيسبوك، وتشير اللينكات بتاعه الفيديوهات بتاعتها على الصفحات التعليميه بحيث ان هي توصل لاكبر عدد من الناس وتساعده في تكبير القناه ان شاء الله، عشان نستمر الفتره القادمه ان شاء الله في رفع الشروحات وتقديم المراجعه النهائيه القويه جدا اللي هتفيدكم الفتره اللي جايه. اشوفكم ان شاء الله على خير في قادم الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.